نحتفي ظهر اليوم منتصف فبراير 15 فبراير بالترحيب بالرئيس رئيس البرازيل ونتمنى له زيارة سعيدة لمصر وللمنطقة العربية وللجامعة العربية. الرئيس لولا شخصية تاريخية لها دورها ولها تأثيرها في السياسات الدولية وفي تاريخ البرازيل، ويسعدني أن نستمع إليه عندما يتحدث إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين. شكراً لحضوركم سيادة الرئيس إلى الجامعة، وندعوكم إلى مخاطبة المجلس. يعني أنا أعتقد أن أنا صوتي مسموع تماماً، وأعتقد أنكم سجلتم أن الكلمات التي تحدثت بها أمام الرئيس. أريد أن أحيي الأمين العام للجامعة العربية، وأحييكم أيضا كل المجلس، أعضاء المجلس، وأحيي الصحفيين والصحفيات المتواجدين هنا. أريد أن أقول أنا سعيد جدا بالعودة إلى مقر الجامعة العربية بعد 20 سنة. أريد أن أحيي الأمين العام وأعزائي الحضور بهذه الفرصة السانحة لكي أتكلم لكم. ونحن فخورون جدا في البرازيل بالعلاقات التاريخية والثقافية التي تربطنا مع العالم العربي، ونحن نعترف ونقيم المساهمة الكبيرة لبلدنا وإلى تقدم الإنسانية جمعاء. فإن البرازيل هو البلد الأول في أمريكا اللاتينية الذي يحظى بعضو مراقب في الجامعة العربية، وكان لي الشرف أن أكون الرئيس الأول البرازيلي الأول الذي يحتل هذه المنصة، وذلك في 2003. فإن التزام الجامعة العربية في تحقيق الاستقرار والتنمية يجعل من هذه المنظمة مهمة جدا، وصوتها مهم جدا فيما يخص القضايا المهمة في العالم. ونحن نريد أن ندعم العالمية، مبدأ العالمية في إطار سياستنا الخارجية، ونريد أن نعزز ونعمق شراكتنا مع الجنوب العالمي الذي نشارك معه وجهات النظر والقيم والتحديات والتطلعات. وزيارة اليوم إلى مصر والجامعة العربية فهي تضاف إلى الزيارات التي قمت بها إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وهي تعكس رغبتنا في استرجاع الحوار والتعاون مع المنطقة. ولدينا تمثيليات دبلوماسية مقيمة في 18 من مجموع 22 بلد التي تكون الجامعة العربية، ونريد أن نستغل هذا الإرث، إرث المؤتمر أمريكا الجنوبية والبلدان العربية، واستغلال الطاقة الكامنة في التجارة، في الاستثمار،
في البيئة، في العلوم والتكنولوجية والثقافة والتعاون من أجل التنمية. فإن قوة العلاقة بين البرازيل والبلدان التي تكون الجامعة العربية فهي متواجدة أيضا في حجم التبادل التجاري. فإن هذا الحجم الإنتاجي الذي كان 5.4 مليار دولار في 2003 ارتفع إلى 30 مليار دولار في 2022، وهذا مصدر رضانا والتفاؤل في تعزيز علاقاتنا. الآن في خلال ولاية الحالية البرازيل الحالية لجي 20، فنحن نعطي الأولوية إلى الإدماج الاجتماعي والقضاء على الجوع والقضاء على الفقر وتشجيع التنمية المستدامة والتنقل الطاقوي، وكذلك إصلاح المؤسسات الدولية ومؤسسات الحوكمة الدولية. وفي 2025 و2030 سوف نعقد في البرازيل كوب 30 المتعلقة بتغير المناخ، وأنا أود أن أعول على المشاركة الكبيرة للبلدان العربية في مدينة بلين في قلب الأمازون لهذه المحادثات المهمة. وفي العام المقبل أيضا سوف نعقد قمة البريكس بمشاركة 3 بلدان عربية، وهي العربية السعودية، مصر والإمارات العربية المتحدة. وكذلك من خلال البنك التنمية الجديد بين دي بي ودخول أعضاء جديدة سوف نستمر مساعينا لجعل البريكس قوة مهمة في عالمنا الحالي. سيداتي سادتي، أنا أزور مصر في وضع حزين في قطاع غزة، وفي زيارتي الأخيرة إلى الجامعة العربية تكلمت عن مبادرة عربية من أجل السلام، وكانت خيار متوازن لتحقيق السلام في المنطقة. وعلى غرار المبادرات الأخرى التي سبقتها فهذه المجهودات فكانت للأسف بدون جدوى، وإن هجوم حماس في 7 أكتوبر ضد مدنيين إسرائيليين فليس له مبرر ويستحق التنديد من البرازيل. ولكن الرد الغير متناسب لإسرائيل فهو غير مقبول ويشكل مأساة كبيرة في العالم الحالي، وإن الضحايا البشرية والمالية والمادية فهي لا تعوض، ولا يمكننا أن نقبل كل ما يحدث وهذه الضحايا. ففي غزة مثلا هناك 30,000 ضحية من نساء ورجال ومسنين وأطفال، و 80% من سكان غزة يعانون من الجوع والحرمان والصحة، مشاكل في الصحة. والوضع في الضفة الغربية أيضا فهو وضع خطير ولا يمكن قبوله. وفي الوقت الذي يحتاج الشعب الفلسطيني إلى القوة وإلى الدعم، فقررت عدة بلدان أن توقف المساعدات المقدمة إلى منظمة أونروا، ونحن يجب علينا أن نقوم بالتحقيقات الصحيحة، ولكن بدون أن نشلل أشغال هذه المنظمة. وبالتالي فإن الفلسطينيون في جوردانيا وسوريا ولبنان فهم يعانون من هذه القرارات، بالتالي فهذه القرارات الخطيرة والجبانة عليها أن تقف. وسوف تقوم حكومتي بمساعدات مالية لمنظمة أونروا، ونحن نحث كل البلدان أن تحتفظ بمساعدتها لهذه المنظمة. وإن المهمة الأولوية هو أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار بدون شروط، وذلك وتحرير الرهائن. وإن الصراع المستمر في فلسطين فهو يتعدى منطقة الشرق الأوسط، لأن تأثيراته سوف تؤدينا إلى سيناريوهات مرعبة. ونحن نقترح
أن يكون الحل على مستوى الأمن المجلس الأمن بدولة فلسطينية ودولة إسرائيلية تعيش سلميا، ونحن ندعم أيضا القرارات التي تندد بالانتهاكات المتتالية والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل. وبالتالي فإن الأعمال الأرضية التي تقوم بها إسرائيل في رفح فتمثل أيضا كارثة جديدة، وهي تعكس. وبالتالي فمن الملح أن نقف، وهذه العمليات سوف لن يكون هناك السلم إذ لم يكن يتم تحقيق دولة فلسطينية تعيش بحدودها، وأن نحقق السلم أيضا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتالي فالقرار خلق أو إنشاء الدولة الفلسطينية فتم اتخاذه منذ 75 سنة من الأمم المتحدة. ليس هناك مبرر لكي نمنع فلسطين من الدخول إلى الأمم المتحدة، وإن إعادة المشاورات مشاورات السلم فهي قضية عالمية، فهي قضيتنا. لذلك أتمنى السلام والرفاهية لكلنا. أريد أن أختتم قائل أن البرازيل سوف تستمر في الأعوام القادمة الدفاع على الاعتراف بدولة فلسطينية، دولة ذات سيادة، ليس فقط من قبل الأونو الأمم المتحدة، ولكن بناء دولة فلسطينية باحترام كل القرارات الأممية. وأريد أن أشكر الجامعة العربية، وأريد أن أقول لكم وأعبر عن أهميتكم في هذه المسيرة ومهمتكم الكبيرة لكي تمارسوا نفوذكم في العالم وتقومون بخلق الحوار وبناء الحوار لكي نعيد الحوكمة العالمية ونعيد حوكمة الأمم المتحدة لكي يكون هناك حوكمة جديدة، لأنه من غير المعقول ومن غير المقبول أن تتحكم الأمم المتحدة من بلدان، يعني من أقلية من البلدان. إذن من المهم أن العالم تغير وأن الجيوسياسة تغيرت وأن البلدان أصبحت أكبر وأهم. ليس هناك أي مبرر مثلا للقارة الأفريقية أن لا يكون لها أي ممثل، يمكن لثلاثة أو أربعة بلدان إفريقية، مثلا أمريكا الجنوبية أيضا ليس لها أي ممثل في المنطقة. ليس هناك أي مبرر للهند مثلا وألمانيا أن لا يكون لها ممثل. بالتالي علينا أن نرفع عدد البلدان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويجب علينا القضاء على حق الفيتو، ونفكر بجدية في إطار الأمم المتحدة في مجلس الأمم المتحدة لتحقيق السلام، لأن من يقوم بالحرب ومن يصنع السلاح ومن يبيع السلاح ومن يقوم بالحروب هم البلدان الأعضاء للأمم المتحدة. كان الأمر كذلك في العراق، كان الأمر كذلك في ليبيا، وحتى روسيا فقامت بغزو أوكرانيا بدون تشاور بأي بلد آخر، وكان قرار أحادي. بالتالي علينا أن نجبر إسرائيل الآن أن تحترم بالقرارات المتخذة في الأمم المتحدة. لذا أتيت هنا لكي أعبر لكم عن عزمي للدفاع عن السلام، لأن السلام هو الحل الوحيد وهي الوسيلة الوحيدة بحوزتنا لتحقيق التنمية وتحسين معيشة الناس. وجئت هنا أيضا لأعرب عن تضامني مع الشعب الفلسطيني، لأن أنا أدافع منذ وقت كبير في حق الشعب الفلسطيني لإنشاء دولته، وجئت هنا لكي أعيد هذا القرار. نحن نددنا حماس، ولكن يجب أن نندد ما تقوم به إسرائيل. نحن ضد الحرب. البرازيل ليس لديها أي نزاع مع أي بلد آخر، ونحن نظن أن نهاية الحرب سوف تسمح لنا ببناء عالم مبني على السلام. وبذلك أشكركم، وأريد أن أقول لكم لكي للسلام لنا كلنا، وشكرا جزيلا.
أشكر باسمكم جميعا الرئيس لولا دي سيلفا على هذه الكلمة الجامعة، وأدعو حضرات السادة المندوبين أو مجلس المندوبين برئاسة الصديق العزيز مندوب الدائم للمغرب بالالتقاء مع الرئيس خارج القاعة الآن، فأرجوكم التحرك إلى القاعة للقائه والتحدث معه.